النهارده بنحتفل باليوم العالمي للمسنين او لكبار السن. من 30 سنه الجمعيه العموميه للامم المتحده قررت انها تحتفل في شهر اكتوبر بكبار السن، وده كنوع من رد الجميل ليهم. وبالمناسبه دي احنا النهارده قررنا سؤال الحلقه يكون عن موقف حصل لحضراتكم مع جدك او جدتك. احكوا لنا المواقف دي وقولوا لنا ايه اللي حصل بيفكركم بجدك او جدتك. ونبتدي مع شاذلي. طبعا هو مما لا شك فيه الاكل، يعني هو انا يمكن ما حضرتش جدودي الاثنين، لكن جدتي عاشوا معايا فتره 25 سنه تقريبا، فالحمد لله. فكان الاكل بصراحه، يعني انا كنت اروح ازور حد فيهم على طول، انت ما اكلتش تعال عشان تاكل. واي وقت بتدخل فيه البيت بتلاقي فيه اكل، يعني دلوقتي ممكن تدخل البيت ما تلاقيش فيه اكل عادي يعني. لا، هناك زمان يعني عند جدتي اي وقت هتدخل فيه البيت لازم تلاقي فيه اكل، فكان فيه بركه فعلا، كان فيه بركه. احنا لما بنقول ان وجود الجده والجده بركه في البيت، فهم فعلا بركه، بركه في كل حاجه، بركه في الفلوس، بركه في الاكل، بركه في الوقت، بركه في الحكايات كمان. يعني لما كنت تقعد مع جدك او جدتك وتقعد تحكي لك حكايات عن ايام زمان، انت ساعتها كنت بتحس ان انت هي بتحبك وبتموت فيك ومتعلقه بيك، وده بينعكس عليك انت كمان، لان انت كمان غصب عنك كنت بتتعلق بيها. هم برضو يعني بيبقوا قطعوا شوط كبير في الحياه، فخلاص بقوا عايشين الفتره دي بنفس هادي، فتقعد تسمع منهم وتسمع حكاياتهم، ودايما بيحبوك ودايما ينفذوا لك اللي باباك ومامتك مش عايزين ينفذوه. ده حقيقي، بيقول لك اعز الولد ولد الولد، ده حقيقي. يعني انا كمان موضوع الاكل ده متهيألي حاجه مشتركه ما بين كل الجدات. انت بتاكلك ايه يا بسط؟ بص، انا جدتي بتحب جدا تعمل الفته والكوارع، وانا الاكل ده تقيل جدا عليا، بس فعلا هو من ايديها حاجه تانية. موجوده جدتك؟ ربنا يديها الصحه يا رب، يديها الصحه وطول العمر. عزماني قريب بقى. خلاص اجي معاكي. تنور. الاكله دي انا فاكره ان هي كانت دايما بتقعد تقول لي لازم تاكليها، وانا فعلا بالنسبه لي دي كانت حاجه تقيله من الاكلات التقيله. لكن في موقف تاني بقى، يعني انا الكبيره في الاحفاد، فكنت بحب دايما ان انا ابقى بسند جدتي وهي ماشيه، مع ان هي ساعات ما بتبقاش محتاجه ده، لكن ده كنت بتطوع واعمل ده، فكنت بروح واسندها بالذات لو في سلالم. ففاكره في مره بسندها وهي نازله السلم، فانا اللي وقعت. فيعني كبيرة الأحفاد، فهي من بعد ده نموذج للأحفاد يا جماعة عشان تروح. فهي من بعدها قررت إنه يعني طبيعي تقطع علاقتها بيكي. ده حقيقي، ده تعتمد على نفسها وما تجيكيش تاني. ده كده كده من ساعتها فعلا كنت صغيرة على فكرة، ومن ساعتها لغاية دلوقتي لما أجي أمشي جنبها بعيدي عني يعني. طبعا. إحنا كمان حابين نعرف من حضراتكم مواقفكم مع يعني الجدود، وقولوا لنا إيه المواقف، سواء كانت ليها علاقة بالأكل أو غير، مواقف طريفة يمكن حصلت معاكم. ده سؤال حلقتنا النهارده، هنستنى نقرا الكومنتس بتاعتكم. وصباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.